هل خطر ببالك يوماً أن تغيراً بسيطاً في رفرفة هذه الفراشة اللطيفة يمكن أن يتسبب بكوارث تدمر هذا العالم؟ فتغير رفرفة فراشة في هيثن الصينية قد يتسبب بأعاصير وكوارث في تكساس الأمريكية. ليس هذا كلاماً في الهواء، بل نظرية علمية. تابعوا معنا شرحها بدقة. أثر الفراشة. تأثير الفراشة أو أثر الفراشة نظرية فلسفية فيزيائية تعمل على تفسير الأحداث الكونية وربطها ببعض بطريقة منطقية، وتعد جزءا من نظرية الفوضى التي تقول بوجود روابط خفية بين الأحداث المختلفة، ولا تؤمن أبدا بوجود للصدف. وتؤكد هذه النظرية أنه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل وفق معطيات واضحة، وذلك بسبب التأثر بالعديد من الظروف الصغيرة التي لا نكاد نلاحظها. ولتبسيط المعنى، قيل أن تحريك جناح فراشة في مكان ما على الأرض من الممكن أن يكون له أثر في بقعة أخرى. وعلى ذلك فإن كل حدث بسيط قد تنتج عنه سلسلة أحداث لا نهائية ربما تكون كارثية. ولا يشترط أن يكون الحدث عاماً، بل ربما يؤثر تصرف فردي في أحداث كارثية على العالم بأسره. طبعاً هناك أمثلة تاريخية كثيرة نستشهد بها على نظرية أثر الفراشة، من أهمها مثلاً أن تسامح رجل واحد ذات يوم تسبب بمحرقة اليهود. فأثناء قتال هنري تاندي مع الجيش البريطاني في فرنسا عام 1918، صفح عن أسير ألماني مصاب وقرر عدم قتله وأطلق سراحه، القرار الذي دفع ثمنه العالم أجمع. فهذا الرجل الألماني المصاب ما كان إلا أدولف هتلر. فتخيل لو أن هنري قتله في ذلك الوقت، كم كارثة كان موته ليوفرها على العالم. فتسامح هنري هو بسيط كأثر جناح فراشة، لكنه تسبب بكوارث عالمية يصعب عدها. أيضا من الأمثلة على تأثير الفراشة خطأ بسيط لسائق سيارة ولي عهد النمسا الأرشيدوق فرانز فرديناند ودخوله في شارع فرعي خاطئ أدى لنشوب الحرب العالمية الأولى. فبعد دقائق من نجاته من محاولة اغتيال وهروب السائق به من طرق فرعية، دخل في شارع خاطئ ولم يكن شارعا عاديا. فهناك كان يقف أحد أفراد المجموعة المكلفين باغتيال الأرشيدوق يريد شراء سندويشة بعد أن يأس من نجاحه في مهمة الاغتيال، ليلمح سيارة الأرشيدوق مرة من أمامه تماما، فيخرج مسدسه فورا ويقتل ولي عهد النمسا وزوجته، ما تسبب بإغراق العالم بحرب دامت 4 سنوات وراح ضحيتها الملايين، هي الحرب العالمية الأولى. فماذا لو لم ينعطف السائق في الشارع الخطأ؟ وماذا لو أن القاتل لم يتوقف من أجل شراء سندويشة بعد محاولة الاغتيال الأولى؟ وماذا لو لم تحدث الحرب العالمية الأولى؟ إنه أثر الفراشة. تاريخ المصطلح. في ستينيات القرن الماضي كان عالم الأرصاد إدوارد لورينز يعمل على تجربة لنموذج التنبؤ بالطقس، وكان يستخدم في تجربته أعدادا تتكون من 6 خانات عشرية، لكنه قرر اختصار الوقت وقرب الأعداد إلى 3 خانات عشرية بدل 6، فكانت النتيجة مفاجئة. فهذه الأرقام العشرية التي تعتبر قيمتها صغيرة في علم الرياضيات أحدثت تغيرا كبيرا في النتيجة. وفي الاجتماع 139 للجمعية الأمريكية للتقدم العلمي وقف إدوارد لورينز وطرح سؤالا على الحاضرين: هل آثار رفرفة أجنحة الفراشة في البرازيل يؤدي لحدوث إعصار في تكساس؟ وأوضح أن الغرض من سؤاله الاستفزازي أن يبين كيف أن تباينات صغيرة في الظروف الأولية قد تحدث آثارا عميقة على نطاق واسع، ليشتهر هذا المفهوم عالميا بالثقافة الشعبية باسم أثر الفراشة، وليؤكد على أهمية الحوادث الدقيقة. وقد حاولت أفلام كثيرة شرح هذه النظرية مثل فيلم هافانا وغيره. إدوارد لورينز بنظرية أثر الفراشة حارب مفهوم الصدفة تماما، فكل فعل له تأثيرات ولو سبقته بأعوام أدت إليه. ولو فكرنا لوجدنا أن لهذا المفهوم آثار لا نهاية لها في حياتنا،
فماذا لو لم يأكل صيني خفاشا؟ وماذا لو لم يظهر فيروس كورونا في الصين؟ كيف كنا سنقضي سنوات 2020 و2021؟ وماذا كان سيحدث مثلا لو أن نادي برشلونة لم يوافق على مساعدة ميسي الطفل في تكاليف علاجه من مرض قصر النمو الذي أصابه وهدد آنذاك مستقبله الكروي؟ أسئلة كثيرة تتعلق بأثر الفراشة، وربما تكون لا نهاية لها. قد تسألها عزيزي المتابع لنفسك بعد مشاهدتك هذا الفيديو. ننتظر أن تشاركنا إياها في التعليقات، ونحن بدورنا نسأل: كيف كنت ستعرف أثر الفراشة إن لم تكن منصة ستيف فيديوغراف موجودة أساساً؟